اهلا وسهلا بالكوفيدات ديالي ناري، عشان شحال توحشتكم. ما تعيروني، ما تغوتوا عليا، خليوا قليب تحت في الكومنت. انقوني انقوني. الله، شوفوا انا عارفه راسي درت معاكم الفالطه، كي كنقول درت معاكم الفالطه، ولكن خاصكم تعذروني، خاصكم تعذروني، خاصكم تعذروني وتفهموني وتكتبوا لي حنا عاذرينك. الا كان غير على ود هادشي حنا عاذرين. اول حاجه شفتوا تبارك الله في رمضان صورت لكم يوميا دو جوغ اللي ما كنتش صورت، ولا يمكن 3 جوغ من مورا رمضان. كانت لا فاتيك، واحد لا فاتيك جاتني خياليه، ماشي فاتيك عاديه، واحد لا فاتيك جاتني صعيبه بزاف. كان العيد، كانوا الدار، مشيت طليت على ماما نهار ديال العيد، مشيت طليت عليها، شفت العائله، جيت والله القسم الا غير النعاس غير النعاس غير النعاس. وخاصكم تعرفوا راه كناخذ واحد الدواء دابا في رمضان، بحال تبدل ليا البروغرام ديال الدواء، وليت كناخذو في الليل وكنبقى فايقه. دابا باقي عندي داك السيستم ديال رمضان، باقي عقلي ما بغاش يبدا يرجع ينعس. واخا كناخذ الدواء كنبقى فايقه عفتو راه. المهم اعذروني، التمسوا لي عذرا. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ جيسبيغ تكونوا 5 واموركم كلها على ما يرام. انا جيت اليوم باش نهضر معكم في هذا الفيديو ديال لا روبريز، او ميم طون جيت باش نشوف واش نتوما بحالي، حيت انا في رمضان بقيت غادا معكم في سيستم هيلثي فود، ماكله صحيه كدا، ما كاينش المقليات، ما كاينش المعجنات، ما كاينش كلشي. والله القسم البنات الى غير سال رمضان تخربق لي البروغرام ديال حياتي كامل. شوفوا pour être honnête avec vous جاني اكتئاب ما بعد رمضان. عمركم سمعتوا به؟ انا اصلا عندي لا ديبرسيون ملي سال رمضان، جاتني واحد لا ديبرسيون وحده اخرى ديال من بعد رمضان، كنت كناكل نيمبورت كوا. واقعية انا صريحه، انا ما نقولش لكم لا راني باقا نتبع الماكله الصحيه، لا حتى انا كيجيوني دي مومون اللي كتكون فيهم ديك لاشوت، ما كتبقاش عندي الكانه نوض ناكل اون سالاد، كناكل غير التخربيق، كناكل نيمبورت كوا. اي وقيته كنت كناكل لي تشيبس لي ساندويتش لي برجر لي بيتزا، المهم داكشي كامل لي ماكليتوش، ولي شحال هادي ماكليتوش، سكر شوكولا. شوفوا روانتها ديال المعقول، تعبرت البارح لقيت راسي تزادت فيا 3 كيلو تزادت فيا في 15 يوم. عرفت تعصبت واحد التعصيبه وانا نقول ولا الصيف قرب شيماء، وانت تقرب الصيف عدتي كتروني، هي راه ما بيناش ما بين، ما عرفتش. المهم ما عرفتش واش باينه ولا لا، هي صراحه باينه واحد شويه. انا صريحه واقعيه، هي فين بانت هنا بحال هذاك هذا اللي كليت. والله باش تعرفوا راه السكر مصيبه كحله، السكر والخبز مصيبه كحله، كيت انستالا نيشان هنا. خرجت لي شويه الكريشه، خرجت لي بزاف الكريشه، ماشي غير شويه، خرجت لي الكريشه. شفتوا؟ المهم خرجت لي الكريشه، داكشي علاش انا بيا ولا بها كما كيقولوا. ان شاء الله باذن الله غادي نبدا معكم واحد البروغرام باش نوجدوا للصيف، باش نقادو ماكلتنا، حيت انا متاكده بزاف منكم غادي يكونوا خسروا البروغرام. لا شوز كي نورمال، حيت كان رمضان طلعت لنا ديك الماكله في الراس. ثانيا كان العيد، لي غاطو الحلوه، فيما كتمشي اي واحد مشيتي عنده كيحط لك اتاي، كيحط لك الكاطو، واخا اتاي باقا كنشربو مسوسه، اتاي باقا كنشروس. هادي هي الحاجه الوحيده اللي باقا كنشربو مسوسه، مي سينون لو غيست والله الا عرفتو جاتني بحال واحد ما عرفتش. المهم انطلقت بدون توقف. المهم ان شاء الله انا البارح مشيت خديت داكشي اللي خاصني اللي تسلى ليا باش نرجع عاوتاني للبروغرام ديالي نوجدو. دابا عندي لوبجيكتيف، خاصني نطيح ديك 3 كيلو اللي تزادت، وخاصني نطيح معاه واحد 5 كيلو ان شاء الله باذن الله، حيت ما بغيت نوصل ل 54، ما عرفتش علاش، ولكن قال لي راسي شيماء وصلي ل 54. اول حاجه خاصني نطيح ديك 3 كيلو اللي تزاديت، هذيك عاحيده سالس دغيا، حيت ما بقيتش كنشرب حتى الماء، يعني دارت لي لا ريتونسيون دو، عندك اون سيمين تمشي ديك 3 كيلو دغيا. خاصني نرجع لاكتيفيتي فيزيك ديالي، حيت ما بقيتش كنتحرك، جو دوا ريبروندغ لا سال لا مارش داكشي كامل. وخاصني نطيح اون بلوس واحد 5 كيلو، يعني في التوتال عندي 5 6 7 8 100 كيلو سال دغيا نطيحها. سا باسيس يا اتونسيون،
ما تبقيش ديري حاجز بينك وبين راسك تقولي ناري ما غاديش نضعف ناري نو 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 كلشي كيدوز هنا. الا قلتي ناري ما غاديش تضعفي والله واخا تكوني ما كتاكلي حتى شي حاجه كتشربي غير الماء والله لا طيحتي حتى غرام. وإلا درتي في راسك الثقه وقلتي غادي نضعف غادي نضعف وعطيتي حدي واحد المده زمنيه شهر شهرين 3 شهور 4 شهور شحال ديال لو بوا شحال غطيحي غادي تضعفي. انا لو بروغرام اللي غادي نبدا دابا باش نقولها لكم باش حتى نتوما حيت غادي نبدا نبارطاجيه معاكم. اول حاجه غادي نبدا بديتوكس. المهم الا بغيتو نحط لكم ديتوكس اللي غادي نبدا به حيت خاصني نقي لو كور ديالي من داك السموم كامل اللي دخلت ليه. الا بغيتو نحطو لكم خليوها ليا في لي كومونتير. غنبدا بديتوكس نقي لو كور ديالي ومن بعد غادي نبدا بواحد البروغرام اللي فيه 20 جور ما غاديش ندير فيه داي ديال شيتمي نو ما كاينش صافي اصلا درت بزاف ديال الدايات ديال شيتميلات دوزتهم صافي سي بون تقامت من داكشي. والله القسم الى الماكله الصحيه اللي كتخليك تحسي براسك مرتاحه كتخليك تحسي براسك خفيفه كتخليك تحسي براسك كتاكلي فريمون كتاكلي كتشبعي او ميم طون حتى كتشي كتبقى مرتاحه الهضم كيكون ساهل ماشي بحال والله ملي كتبقي كتخربقي في الماكله سورتو لو سكر لا بو ديالتي تبدلات عليا ما بقاتش كما كانت. تخيلوا معايا هذا غير السكر وشوفوا اشنو كيدير. الوغ بروغرام اللي غادي نبدا معاكم ان شاء الله غادي تكون فيه اول حاجه لا موتيفاسيون. الا ما كنتيش موتيفي ما تجيش ما تفرجيش ما تدخليش ما تقوليش لي لا غادي نتفرج فيك باش نبدا بواحد عام عامين ثلاث سنين نبدا الريجيم نو غادي نبداو دابا باش من هنا الصيف باقي عندنا الوقت. تخيلوا راه باقي شهر 5 و 6 و 7 حتى هو تقدري تعافي فيه باش في شهر 8 تكوني فهمتوني ياك. الوغ باقي الوقت ما تقولوش راه ما بقاش الوقت. اول حاجه غنبداو بها بروغرام ديال خاصنا نقيو لو كور ديالنا نرجعو نشربو الماء نحيدو لا ريتونسيون دو اللي عندنا بواحد لا روسيت ديال الخيار. المهم غادي نبارطاجيها معاكم خطيره كتفشك واخا تكوني عرفتي منفوخه كتفشي فريمون. الا كانت عندك لا ريتونسيون دو الناس اللي عندهم احتباس ديال السوائل غادي نحط لكم واحد لا روسيت ديال الخيار كدار بالخيار راه خطيره لا ريتونسيون دو. وغادي نبداو عاوتاني ان شاء الله بروغرام ديال لو جون انترميتون دو روبا بار جور. غادي نكثروا من البروتينات وغادي نقصوا شي شويه من النشويات نقدر تنحيدها كاع انا كاريمون في ديك ديك 10 ايام 20 يوم الاولى وغادي نخلي غير الالياف باش ما تجينيش لا كونستيباسيون على ما نرجع لو بوا ديالي على ما نقاد لو بوا ديالي وديك الساعه نرجعو في واحد ليكيليبراج اليمونتير نمشيو بشويه بشويه اللي كتقدري حتى هو او ميم طون طيحي بيه حيت كنديرو فيه واحد ديفيسيت كالوريك كنبداو ناكلو قل من داكشي اللي محتاج لو كور ديالنا. المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. بغيتكم تخليو ليا هكا تقولوا ليا انا معاك انا معاك انا معاك باش حتى نتوما تعطيوني واحد موتيفاسيون حيت والله القسم ما عرفتش شنو طرالي ما عرفتش اشنو طرالي ولكن راه ترخيت واحد الرخيه خايبه واحد الرخيه ماشي ديالي وصراحه كليت داكشي كامل اللي كنت مشايه كليته حيدت الشهوه ديالتي. وكيف ما قلت لكم كلشي كيدوز هنا. المهم هاد لا فيديو هادي غادي نعتبروها بحال واحد لا فيديو بحال واحد التوقيده صافي غنتوقدو جميعا توقد انا وياكم نتوما توقدو معايا وانا غادي نتوقد بلي كومونتير اللي غتخليو ليا لتحت وغادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد فيديو قصيره انا عارفه بلا ما تقلقوا ولكن ان شاء الله لنا عوده كلها حماس كلها طاقه كلها نشاط كلها موتيفاسيون كلها ماكله صحيه باش نوصلوا لذاك لوبجيكتيف اللي انا باغاه وليت نتوما باغيينو. يلا نتلاقاو في لي كومونتير ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. موح عليكم باي باي.